تجمعا حكوميا وسط مدينة غزة، وقبل قليل تم إطلاق نعم هذه غارة بالقرب، ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم المبنى الذي يظهر الآن في الصورة. الآن غارات متتالية ومتتابعة على المبنى، لكن كما نلاحظ الصواريخ يبدو أنها من طائرات الاستطلاع، وهي عبارة عن صواريخ تحذيرية لتمهيدا لنسف المبنى بشكل كامل بعد قليل يعني هذه بطائرات مجرد F-16. طلقات تحذيرية. معبود المبنى نزل. عدنان، تم تدمير المبنى بالكامل. نعم الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل.